استاذ هشام عباس سائق اتوبيس المنتخب السويدي، اهلا بيك على اون تايم. ان المنتخب السويدي يعني الموقع الرسمي بتاعهم ينزل صور ليك مع اللعيبه ويوجه لك شكر وكل التقدير والتحيه، ايه سبب ده؟ ايه اللي عملته معاهم مختلف؟ والله حاجة بسيطة جدا، يعني احنا الناس دي ضيوف عندنا واحنا لازم نوريهم كرم الضيافة عندنا في مصر عاملين ازاي. وده حاجة كمان عشان احنا كمصريين عايزين السياحة ترجع لنا تاني، فاحنا بنتعامل مع الناس دي كلها او اي سياح بنيجي بنتعامل معاها بهذا المنظومة وبهذا الثقافة عشان نرجع بس السياحة، وكل ده شرف لبلدنا وشرف لتنظيم البطولة والكلام ده وكده. قول، انت اكيد ما بتتكلمش سويدي، بتتواصل كنت معاهم ازاي؟ والله بتواصل معاهم مع المرافق اللي معايا، واخد بال حضرتك، وفي حاجة بقى احسن من التواصل بقى واللغة، هي الاحساس ان انا ببادلك شعور بالحب وانت برضو بتبادلني نفس القصة ديت، دي احسن من اي لغة صراحة. ايه اطرف المواقف اللي حصلت ما بينك وما بين اللعيبه؟ مواقف كتيره قوي يا اخ، اكترها لما وصلوا النهائي دخلت سلمت عليهم شالوني كلهم يعني. فقعدت سلمت عليهم فهم كلهم فرحوا طبعا ان انا بشجعهم والكلام ده كده، وهم شالوني كلهم يعني. قول لي، يوم ماتش مصر والسويد احنا كمصريين كنا زعلانين جدا، عملت انت اليوم ده؟ لا طبعا انا كنت حزين طبعا، بس طبعا ما بينتش للناس دي ان انا مثلا حزين والكلام ده، عشان برضو يعني ايه يبقى اللوك بتاعي معاهم برضو كويس، مش عارف. بس انا طبعا من جوايا طبعا حزين على طبعا على بلدي طبعا، انا كنت بتمنى ان احنا نوصل للنهائي. وبعدين فرقه السويد كمان اللي انا عايز اقول لحضرتك، الناس ما بتهزرش يعني، ما فيش هزار عندهم، الناس دي تمرين شغل تركيز. حتى كان في مره كان في عيد ميلاد لزميل ليهم، فيا دوبك عيد ميلاد بالظبط قعد 5 دقايق، وجي المدرب قال لهم كل واحد ياخد مكانه في اوضته والكلام ده كده، والحاجه هتجي له لحد اوضته. قول لي، خلال تواجدهم في الاتوبيس من الفندق لغايه الماتشات، اللعيبه بتبقى ايه عاداتها؟ بتسمع اغاني، بيتكلموا مع بعض، ولا هادين وساكتين دايما؟ والله لما يكونوا راجعين مثلا من الماتش مثلا وكسبانين والكلام ده، بتلاقي بقى اغاني وسقف ورقص في الاتوبيس ويجوا بقى في الطرقه. يجي يسقفوا لي وانا اسقف لهم. كده يعني، ففي تشجيع وفي تبادل حب ما بيننا احنا بجد يعني. وهم رايحين بقى للماتشات، وهم رايحين للماتش حضرتك بيبقى في تركيز، بيبقى في سكون في الاتوبيس، واخد بال حضرتك، لحين لما نخش الماتش. بعد ما بتظهر بقى النتيجه بقى بيتحولوا حاجه ثانيه يعني. بعدين لما بيجي يسلموا على البني ادم، انت بتحس ان الناس دي بتبادلك نفس الاحساس اللي انت بتبادلهم بيه حب بجد. يا الله لما يجي يسلم عليك ويحضنك والكلام ده وكده، انت بتحس ان انت وصلت رساله للناس دي، عشان الناس دي تنقل الرساله عندهم في بلدهم. وبعدين هم هنا كمان مبهورين جدا بالصلاه اللي هم لعبوا فيها بامانه، ومبهورين بالتنظيم والامن اللي حوالين منهم، ومبهورين بالتشيك اب اللي بتعمل عليهم كل يوم بسبب الموضوع بتاع كورونا والكلام ده والتحاليل والكلام ده. فكل ده صراحه يعني الحمد لله ده شرف لينا وشرف لبلدنا. We'll be right back.